الخير عليكم يا جماعة. احنا النهاردة طبعا انطلبتوا مننا ان احنا نخش المناطق الشعبية ونشوف مدى التزام المناطق دي بتطبيق حظر التجوال. احنا دلوقتي داخلين على منطقة ارض عزيز عزت في امبابة. زي ما انتم شايفين كده الشوارع في ارض منطقة ارض عزيز عزت. عشان في برضو يعني بعض متابعينا الاعزاء طلبوا مننا ان احنا نطلع لايف من هنا. زي ما انتم شايفين كده الوضع هنا اهو، يعني ده شارع سوق السيراميك بتاع ارض عزيز عزت. في بعض المحلات برضو يا جماعة مفتوحة، يعني مش هننكر ده طبعا. Thank you.
الواضح قدامي يا جماعه برضو ان الحياه هنا في من داخل الشوارع الداخليه لمنطقه امبابه يعني واضح ان هي برضو يعني بتسير بطريقه يعني برضو شبه طبيعيه. الناس برضو يعني في بعض الناس مش ملتزمه بتطبيق قرار الحظر، موجودين في الشوارع الجانبيه من امبابه.